الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نسعد بكم معنا في برنامج فقه المرأة، ونسعد أيضا بتواصلكم معنا عن طريق الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة. مشاهدينا، في حلقة أمس جالنا سؤال أو مداخلة من مشاهدة فاضلة وأخت كريمة، كانت بتشتكي من أن بناتها الأربعة كلما تقدم لهن زوج، فبعد أن يتقدم يعني بيرجع ولا يعود مرة أخرى ولا يبين الأسباب. وهي عندها أربع بنات هي ربتهم، وكلهم دلوقتي في سن يعني في الثلاثينات أو في حدود كده، الصغرى عندها 30 سنة وهكذا. طبعا كانت متألمة جدا، وكانت تخشى أن يكون هناك سحر معمول لعرقلة زواج هؤلاء البنات، وذهبت إلى من يفك السحر أو من يفك العمل وغير ذلك، لكن الوضع ما زال عليه. أمس اتصل بينا في أيضا في حلقة أمس أخ كريم فاضل، المستشار محمد كامل. المستشار محمد كامل عرض علينا ويعني ادانا كل تليفونات، وعرض أن له ابن يريد أن يتزوج من إحدى هؤلاء البنات. وأنا بوجه كلامي للحاجة نانا صاحبة هذه المشكلة، أرجو أن تتصلي بنا يا حاجة نانا، لأن أنا دلوقتي أصبحت الوسيط بين الأخ الفاضل الأستاذ الفاضل المستشار وبين حضرتك يا حاجة نانا. ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى يجعل نصيبا لابن سيادة المستشار في أن يتزوج في من إحدى بناتك. تليفونات سيادة المستشار عندنا فقه المرأة، وممكن تاخدي تليفوني الخاص من الكنترول عشان نكون على تواصل بيننا، وإن شاء الله كل شيء بأمر الله وكل شيء بإرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الحاجة التانية اللي عايزين نتكلم فيها في هذه الحلقة هي خاصة بالاستعداد لأحكام الصيام. عندنا أنواع للصيام، هل كل صوم أمر به الله سبحانه وتعالى هو صوم مفروض، ثم هناك صوم واجب؟ طب الله، طب في هناك فرق بين المفروض وبين الواجب؟ طيب، ثم هناك صوم تطوع، أو ممكن نسميه مندوب، أو ممكن نسميه مسنون تباعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم هناك صوم حرام. نتساءل كيف يكون صوم حرام؟ يأتي في أيام معينة وحنقولها بالتفصيل. وهناك صوم مكروه. إذا لما يكون عندي أن الصيام له أنواع، لابد أن نعرف هذه الأنواع حتى نلتزم طبعا بالمفروض والواجب منها، ثم نبتعد عن الحرام منها أو المكروه منها. أول حاجة الصوم المفروض والواجب. الصوم المفروض معروف إن هو شهر رمضان الذي كتب الله فيه علينا الصيام كما كتب على الذين من قبلنا. إيه كمان؟ صيام الكفارات. إحنا طبعا بنستهتر بعملية كفارة، وإيه؟ وهنصوم 60 يوما بالنسبة للكفارة المغلظة، أو هنصوم
10 أيام بالنسبة لبعض مناسك في الحج، أو هنصوم 3 أيام اللي هي كفارة اليمين. إذن هذا الحكم، هذا الصيام بنسميه واجب، كما أيضا صيام النذر. لما بنذر إن أنا لو ربنا سبحانه وتعالى شفالي مريضي أنا هصوم كم يوم. الحاجات دي يا جماعة ما نستهترش بيها، لأنها شغلت ذمتنا بوجوب الوفاء، بوجوب الوفاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لأنه يعلم قدرة الإنسان في مثل هذا الصيام اللي هو صيام الكفارات، شرع البدائل. يعني شرع مثلا الإطعام، إطعام 60 مسكين لمن لم يقدر على صيام 2 شهرين متتابعين. ولكن وأنبه أن هذا الصيام من ديون الله سبحانه وتعالى، بمعنى إذا مات الذي عليه كفارة وكانت الكفارة صيام ولم يقدر على الصيام، فلا بد من قضاء هذه الكفارة عشان إخلاء ذمته أمام الله. طب يقضيها إزاي وهو مات؟ يبقى وليه يصوم عنه. طيب دلوقتي وليه غير قادر على الصيام، يبقى إطعام، والإطعام أنا بطلعه من تركة المتوفى، بطلعه لأن ديون. إحنا الأول معنا حاجة وايدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اتفضلي يا هويدة، اتفضلي. كل سنة وحضرتك طيبة. انتوا صحة وسلامة. ربنا يخليك يا دكتورة، أنا عندي سؤالين لحضرتك، ممكن؟ اتفضلي، تحت أمرك. ربنا يخليك، الأمر لله. أنا دلوقتي أنا عايزة أعرف بس موضوع الصيام اللي هو بتاع 6 أيام البيض، طبعا والصيام اللي علينا القضاء. لو في رمضان أنا مثلا فطرت 6 أيام وعايزه في شوال اصوم ال6 ايام دول، سمعت بعض العلماء قال ان هو ينفع يصوموا بنيتين او الاثنين بنيه واحده، وبعض العلماء قال لا ما ينفعش، لازم الاول صيام الفريضه. فانا مش عارفه، انا كنت بصوم ال6 ايام البيض مع 6 ايام اللي هم القضاء. فهل انا كده يعتبر مش صح واعيد الصيام ده تاني في شعبان قبل ما يجي رمضان؟ حاضر يا هويدة. السؤال الثاني، الحاجه الثانيه ان انا دلوقتي عصبيه جدا، وانا بعمل كل حاجه ترضي ربنا الحمد لله، بس هي الحاجه الوحيده اللي بتزعلني وانا صايمه ان انا ممكن انفعل، ممكن اطلع لفظي كده غصب عني، ممكن اكون سايقه واتعصب في الشارع وانا بسوق كده، في حاجات بتخرجني عن شعوري غصب عني، وانا مش حابه اعمل ده. انا عايزه يعني اعرف من حضرتك ازاي انا اتحكم في اعصابي، وخصوصا لما اكون صايمه عشان ما اخسرش يوم صيام. وهي عصبيتك اثناء الصيام بس ولا في كل الايام؟ لا انا بتعصب في حالتين، لو انا ليا حق عند حد وبحس ان انا مظلومه قوي قوي فبتضايق واتعصب. الحاجه الثانيه لما بيكون ورايا حاجه وعايزه انجزها تلاقيني عصبيه جدا، يعني يمكن دي مثاليه شويه في التعامل، يعني مش بحس ان انا المفروض اكون هاديه كده، لا بتعصب يعني في بعض الحالات لكن مش على طول. ايوه حبيبتي، بس انا عايزه اعرف مفهوم العصبيه بتاعتك، يعني مثلا لسانك بيفلت، ممكن شتائم، انا مش عايزه اعمل كده وخصوصا وانا صايمه. انا عايزه اعرف من حضرتك الطريقه اللي اتحكم فيها في اعصابي علشان لما اصوم ما اطلعش لفظ حتى وانا سايقه العربيه وحد ضايقني ولا حاجه. طيب، بس انا مش عايزه كده، انا الحمد لله بعمل كل حاجه ترضي ربنا، بس هي دي الحاجه الوحيده اللي مضايقاني عصبيتي، يعني يمكن انا عشان حقانيه شويه بس. حاضر، ماشي، شكرك. طيب بالنسبه للسؤال الاول يا هويده، في فعلا اختلاف جمهور الفقهاء. وما أقول كلمة جمهور الفقهاء، أنا عندي 4 مذاهب، الجمهور يطلق على 3، وبعدين عندي مذهب مختلف. خلاص، الجمهور قالوا إيه؟ قالوا أن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال غفر الله له من ذنبه عام أو عامين حسب الروايات. فهذا يدل ان الاول اعيد ايام رمضان، لان من صام رمضان وليكملوا العده
يكملوا عدة الصيام اللي هي 30 يوما أو 29 يوما حسب الصيام، وبعدين أصوم التطوع. الأول أخلص أكمل الفريضة وبعدين أصوم التطوع اللي هو 6 أيام من شوال. وستة أيام من شوال يعني أي أيام، يعني البعض يقول لك إيه من تاني يوم أصوم عشان ما كسلش مثلا، يعني لا، هي 6 أيام من أي أيام ومتفرقات، لا يجب أن تكون متتابعات. اللي عايز يعملها متتابعات يعملها، لكن هي من باب التيسير والتخفيف ممكن أن تكون متفرقات. واخد بالك؟ الرأي لوحده بقى رأي المالكية. المالكية قالوا ممكن أن تجمع المرأة أو الذي عليه قضاء من أيام رمضان أن يجمع بين الاثنين بنية واحدة. أيوة مدام سعاد اتفضلي. اتفضلي، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، اتفضلي. معلش يا فندم، أنا بكلم حضرتك يمكن مش على الصيام، بس كان ليا يعني اتصال عن بعض الأشياء عن الزكاة. اتفضلي يا حبيبتي. لو سمحتي يا فندم، أنا عندي أرض زراعية مؤجرة، أنا بأجرها يعني مأجراها الناس، وعندي أرض بناء بنا يعني مؤجرة كمان. بالنسبة للزكاة اللي على الاثنين دول، وفي حاجات تانية برضو، بس حضرتك تقولي لي على دول الأول وبعد كده أقول لك، ولا أقول لك كل؟ لا، خليني مع خليكي معايا شوية. الأرض الزراعية حضرتك مأجراها؟ أيوة مأجراها. طيب، وإيه تمام مأجرة؟ نعم. مأجرة إيه تاني معاها؟ أرض بنا عندي برضو مأجراها في الشهر كده. يعني أرض بنا مأجرة؟ أرض بنا محوطة ومتأجرة، يعني ناس عندنا مخزن يعني. أيوه. طيب، فأنا عايزة أعرف الزكاة عليها إزاي؟ هل على الأصل ولا على الإيجار؟ لا، على الإيجار، على الإيجار وليس على الأصل. طب الإيجار قد إيه؟ 2.5% برضه ولا ليها؟ لازم الإيجار يصل إلى النصاب. وإحنا نعم؟ الى النصاب، نصاب زكاة المال. إيه النصاب مقدار 85 جرام من الذهب في 85 السنة، في السنه يعني ولا في الشهر ولا في السنه، يحول في عليه السنة. حول كل نهايه سنه هجريه. وطبعا يعني حضرتك لو انت 85 جرام، يعني هل الايجار جاب ثمن 85 ايجار سوري جرام، هدفع عليهم بالظبط، تدفع 2.5%. كده مش هدفع عليها، تدفع 2.5%. ايوه بالظبط. طيب، اما الارض، عفوا اما الاصول، معلش يا مدام سعاد، الاصول الثابته اللي هي الارض دي كارض، انا لسه مش عارفه قيمتها ايه. لما ابقى ابيعها واخد ثمنها ويمر على تمنها سنة وتمنها يصل لي النصاب، يبقى أطلع. لكن طول ما هي ثابتة كده أنا بطلع على المنفعة بتاعتها بس. مفهوم يا مدام سعاد؟ ده بالنسبة للمؤجر، ده بالنسبة للمؤجر اللي هو الأرض الزراعية والأرض اللي مستأجرة. طيب، في السؤال التاني لحضرتك إيه؟ كمان أنا عندي أرض بنا، بس دي أصلا يعني دي مش متأجرة، بطلع عليها ولا؟ ما هو بقول لحضرتك على الإيجار، مش متأجرة؟ بيعمل. مش متأجرة؟ لا مش متأجرة، يعني مش مستغلها، ما فيش استثمار ولا استغلال، لا ولا أي حاجة. لا 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 لا, لا 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 يجب عليها الزكاة، لأن يا جماعة من رحمة ربنا بينا أن زكاة المال تكون في المال المستثمر اللي بشغله، المال اللي بنسميه المال النامي، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما راح اليمن وولي اليمن، قال له علمهم، قول لهم يعني من ضمن الأحكام الشرعية، قال لهم اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة، كي لا تأكلها الصدقة. إذا نفهم من هذا أن الحاجة الثابتة الأرض الثابتة اللي أنا ما تجرتهاش، في حاجة اسمها عروض التجارة. لو أنا بتاجر النهاردة بعت كذا، اللي أنا الثمن اللي أنا بعته ده مر عليه حول، منقصي مر وعن النصاب اطلع منه. ماشي يا حاجه سعاد؟ سيد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيده، ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام، اتفضلي يا حاجه سيده. انا دلوقتي انا عندي 26 سنه وبخاف جدا وبقعد اعيط وببص لاولادي واقعد اعيط، بحس ان انا هموت. ليه يعني؟ انا بصلي الحمد لله وبقرا اذكار، فمش عارفه دي وسوسه شيطان ولا ده ايه يعني.
حاضر. انت حضرتي جنازة من الجنازات؟ انا اختي ميتة وانا اتجوزت جوزها. هو ده بقى اللي مشاغل ضميرك ولو ان زواجك حلال حلال حلال، لكن طبعا احساسك بانك انت حليتي محل اختك التي توفت، انتقل اليكي الاحساس بالوفاء انت كمان، وانا بعتبر ان هذا حبيبتي من وساوس الشيطان. تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، لان الموت حق علينا، لكن الله سبحانه وتعالى اخفى لحظه الموت. لن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. امتى الاجل ده؟ احنا ما نعرفش. ليه ربنا اخره؟ عشان نعمل ونتعامل واحنا عاملين حساب ان في يوم لنهايه عملنا، ان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. شوفي بقى، كل من ده الموت حق، الحق الذي لا يستطيع أحد أبدا أن ينكره. فإنك ميت للرسول صلى الله عليه وسلم وإنهم ميتون، إذن هذا الموت حق. فأنا عايزة إن لما يجيلك هذه الوساوس يا حبيبة قلبي تصلي ركعتين وتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وسيبي نفسك لقضاء الله. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو الحاله زادت عندك قوي تروحي لطبيب نفساني، عشان برضك الطبيب النفساني هيسمع منك وعنده بقى العلاج بتاعك ان شاء الله باذن الله تعالى. كنا عايزين نجاوب على هويده بالنسبه للعصبيه بتاعتها، يعني طبعا المفروض ان احنا في شهر رمضان له فضائل كثيره، ومن اهم هذه الفضائل هو كسر شهوة النفس. وكلمة شهوة النفس يعني لا أقصد بها يعني العلاقة الزوجية، لا، الشهوات كلها، كسرها، ضبطها، التغلب عليها. لأن ما فائدة الصيام بدون التغلب على مثل هذه الشهوات؟ الصيام الغاية منه التقوى، والتقوى زي ما عرفناها هي إن الإنسان يتقي الله، يطيع الله في كل ما أمره، ويبعد عن كل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. فلابد من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أحاديث كتيرة هنجيبها لكم إن شاء الله. أيوة هويدة، سلام عليك. تاني هويدة. أيوة هويدة، سلام عليكم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. كل سنة حضرتك طيبة. وانت طيبة حبيبتي، اتفضلي. هاخد من وقت حضرتك دقايق بس. اتفضلي. مش موضوع الحلقة. في انا عندي موضوع ليا واحد قريبي، وكنت توسطت له في موضوع شغل، ويعني ما كانش امين هو في الشغل دوت، واختلس مبلغ من المال. وطبعا الناس كلموني فانا اعتذرت لهم. قعدت بعديها فترة سكت، ما رضيتش اقول له ولا واجهه ولا واجه اهله ولا اقول اي حاجه. فجي اتعرض شغل تاني قدام مني، وكان مفروض يعني انا مطلوب مني ان انا اقول او لا. قلت حرام، كان هو خلاص قرب يتجوز، قلت لا، ده هيفتح بيت فما ينفعش انا اقول عليه ان هو وحش. قلت له سترت عليه. سترت عليه، قلت عشان خاطر ربنا يكرمه وهو هيبقى زوجه كده ويفتح بيت. كويس، جزاك الله خير. عديت الموضوع. بعد كده اتجوز وجيت رحت عنده. بعد ما نزلت كان في شنطتي مبلغ من المال ما لقيتهوش. فانا دلوقتي هل ان انا مداري عليه، هل كده انا باخطئ ومش عارفه؟ هو مفيش، ما بيتصلحش بقى، ما توجهناش وما قلنالهوش. هو درجة القرابة يا هويدة اللي بينك وبينه؟ ابن اخويا. ابن اخوكي؟ طيب. يعني 27 سنة. انا هل يعني تقنعيه ويروح لدكتور، دكتور نفساني؟ لان موضوع السرقة ده احيانا بيبقى الانسان مش محتاج وبيسرق، يعني احيانا بيبقى مرض نفسي. فلو انت قدرتي انك انت تاخديه لطبيب نفسي وتصرح الطبيب قدامه بمثل هذه التصرفات، يبقى كده جزاك الله خير. وإلا أنت لن تتوسطي له، وممكن ينكشف عن طريق شغله،
ويبقى في عقوبه وحبس وحاجات كده، وانت هتتألمي لان هو ابن اخوكي. فحاولي يا ماما انك انت تعالجيه نفسيا عشان خاطر بعد كده مش هتضطري انك، هتضطري انك انت لا تتوسطي له ولا تخدميه ولا تتعاوني معاه ولا اي حاجه. ماشي يا هويده، وجزاك الله كل خير. طيب نيجي بقى نرجع للصيام. احنا بقى عرفنا الصيام المفروض هو صيام رمضان الكريم، ثم الصيام الواجب، صيام الكفارات، وصيام النذر. وقلنا أن صيام الكفارات زي ما شهر رمضان فعدة من أيام أخر، أو على الذين يطيقونه فدية، يعني بسدد الدين، أيضا صيام الكفارات وصيام النذر. إذا مات الذي عليه هذا الدين يبقى المفروض وليه يسدده. طب لو كان عايش يبقى ضروري يسارع بتسديد مثل هذا الدين، لأن ده دين من ديون الله سبحانه وتعالى. نعم. أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله يا دكتور. أهلا وسهلا، اتفضلي حبيبتي. من فضلك عندي سؤال بالنسبة للزكاة. اتفضلي حبيبتي. أنا بطلع هل النصاب، أيوة. النصاب الزكاة. أنا عندي مال الحمد لله بلغ النصاب. وذهب بلغ النصاب، هل هو نصاب واحد اللي انا بشيله ولا نصابين؟ يعني انا عندي المال اشيل أيوة. ما يوازي النصاب واطلع اللي فوق النصاب ولا عليه كله؟ حاضر حاضر. وادي سؤال. السؤال الثاني، انا بطلع الزكاه بتاعي على اقساط. ايه؟ على اقساط طول السنه. بحيث ما اقدر على نهايه السنه ما يكون طلعت المبلغ المستحق عليا. كويس ان شاء الله. هل ده جائز ولا مش جائز؟ حاضر. بشكر حضرتك على الأسئلة الجميلة دي. أي مال أملكه في أي شكل من الأشكال، سواء كان مال سائل أو ذهب له قيمة مالية، كل ده اسمه مال. يعني أجمعهم على بعض، مش هيبقى ده ليه نصاب لوحده وده ليه نصاب لوحده، لا، أنا بجمع الاتنين على بعض، والاتنين على بعض هيبلغوا النصاب، لان النصاب زي ما قلت قيمه 85 جرام ذهب. يبقى انا بدفع على القيمه كلها مش على اللي زاد عن القيمه. يعني زي ما بنقول كل 1000 جنيه بطلع عليهم 25 جنيه عشان تريح نفسك خالص. كل 1000 جنيه بطلع 25 جنيه، سواء كان عندي بقى 100,000 200,000، منهم جزء مال منهم جزء ذهب، انا بجمعهم كلهم على بعض. ده بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبه لتقسيط اموال الزكاه، يجوز، ولكن يبقى في مصارعه بان انا ابرأ ذمتي من دفع هذه زكاه المال اللي هي على التقسيط. يجوز ان احنا ندفع زكاه المال على التقسيط، وخاصة لو فيها منفعة، منفعة للمزكي، لصاحب اللي بيجي الفقير أو المسكين. لكن لابد إن أنا أسارع أو إن أنا أخبر حد من أسرتي، لأن زي ما بقول لكم أنا مش عايزة أعكنن عليكم بكلمة الموت، لأن الموت ده مصيبة زي ما ربنا قال. لكن المفروض ان انا ابرأ ذمتي باسرع ما يكون. ده بالنسبه لدفع زكاه المال على اقساط. كده خلصنا يا ام احمد. مدام اميره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حبيبتي اتفضلي. كنت عايزه اسال حضرتك، بس انا حامل وبرجع كتير وكده في الاول. نعم. فلو رجعت في رمضان ان شاء الله ربنا قدرني عايزه اصوم، يعني لو رجعت في رمضان ابقى فتره. حاضر. شكرا. العفو حبيبتي. طبعا احنا عندنا رخصه للحامل والمرضع، والرخصه دي ثبتت بنص القران، بنص القران. فمن كان منكم مريضا، قلنا ان كلمه مدلول المرض ده واسع جدا، بيدخل فيه الحامل والمرضع. ويجي الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان الله رفع شطر الصلاة اللي هو خلى صلاة فيها قصر، كما رفع عن الحامل الصوم أو الحامل والمرضع. لما راحت له الحامل قال لها
اذهبي فافطري فان اطقتي فصومي، ولما رحقت المرضع نفس الحكايه. اذا القدره على الصيام دي بايدك انت، بايدك انت، حتى لو الطبيب قال لك صومي انت تشوفي. المهم تاثير القيء على افساد الصيام. طالما القيء ليس متعمد لا يؤثر اطلاقا. حاضر، لا يؤثر اطلاقا لا في الصيام ولا يؤثر في الوضوء. ليس ناقض لانه ليس متعمد، لكن لو كان متعمد يبقى في الوداده يفسد الصيام ويفسد الوضوء. ونطلع فاصل قصير ونعود اليكم ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم بعد الفاصل وما زلنا في تواصل معكم في بيان أنواع الصوم. انتهينا من بيان الصوم المفروض والصوم الواجب، بننتقل بقى إلى الصوم الحرام. الصوم إزاي يكون حرام؟ ده المفروض أن الصوم عبادة، فإزاي يكون حرام؟ في ربنا سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام منع الصيام في حالات معينة وفي أيام معينة. أول حاجة مش هتصدقوها، صيام المرأة تطوعا بغير إذن زوجها. أنا عندي صوت مش مظبوط، صوت مش مظبوط. صيام المرأة تطوعا من غير إذن زوجها أو رضا. طب واحدة تقول لي يا سلام، هو الإسلام إدى للرجل هذه المكانة بحيث إن عشان أصوم تطوع لازم أعرفه؟ فطبعا الجواب إن إحنا لما ربنا سبحانه وتعالى بيعطي للرجل هذا الحق لأن الرجل هو المفروض هو القوام في الأسرة، هو اللي بيعاشر بالمعروف، هو المسؤول، هو عليه تبعات كتيرة. فعندي حق لله وهو الصيام، وعندي حق للزوج. طيب حق الصيام هنا ده تطوع، يعني ممكن أعمله ممكن ما أعملهوش. لكن حق الزوج هنا في أن يطلب زوجته للمعاشرة هو حق واجب، بحيث إحنا عارفين طبعا إذا طلب الرجل زوجته ثم أبت، الحديث اللي هو كده فأبت يبقى عليها لعنة الملائكة والكلام ده. والحديث طبعا إحنا بنفسره وبنقول لو هناك ضرر، لو هناك ضرر. لكن هنا هي مش هتقوله بعد إذنك أنا هصوم بكرة، أو بعد إذنك أنا هأدي صلاة القيام. لا، يعني هي العلاقة اللي بين الزوجين من سكنة مودة ورحمة تسمح بإن هي تشوف طلباته. نعم، معانا حاجة؟ سعاد، تفضلي يا سعاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أنا كنت بكلم حضرتك والخط قطع فأنا آسفة. بقول لحضرتك بالنسبة بعض الأشياء اللي أنا عايزة أسأل عليها برضو. بالنسبة للذهب، أنا من النوع اللي أنا بشتري ذهب كتير، بس مش بغرض بغرض اللبس. الزينة، يعني أنا بشتريه بغرض الزينة وليس بغرض إن أنا أكنزه. يعني هل عليه إيه أولا عليه قد إيه وذهبي أكتر من النصاب؟ كمان عايزة أعرف الألماز هل هو نفس الذهب ولا غير؟ حاضر. تالت حاجة معلش وخلاص، معلش أنا متأسفة. تحت أمرك، تحت أمرك. أنا عندي ثلاث شقق بالنسبة يعني بسكن فيهم، اثنين بسكن فيهم، واحدة مصيف وواحدة إقامة عادية، والثالثة أنا سايباها لابني عشان يتجوز. هل برضو إيه الزكاة اللي عليهم؟ يعني هل على حاجة فيهم زكاة ولا لأ؟ معلش ومتشكرة جدا. لا العفو، حضرتك تحت أمر حضرتك. أولا موضوع الذهب، في بعض الفقهاء بيقولوا لو ذهب أعد للتزين يبقى لا يجب عليه زكاة، لحديث الرسول عليه السلام ليس في الحلي ما تتحلى به المرأة،
ليس في الحلي زكاة. لكن هذا الحديث عرضه أحاديث أخرى، بل وعرضته آية قرآنية، والآية القرآنية طبعا أهم. والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. حضرتك عندك كمية تفوق النصاب، ولا يمكن العرف والعادة ولا الطبيعة هتخليك تلبسي كل ده، ففي حق للفقير فيما تملكين. وعشان كده احنا بنقول الذهب 18 ما بيدخلش في زكاة الحلي، لان الذهب 18 بيدخل فيه نحاس وحاجات عشان تشكيله، لكن احنا بنقول الذهب اللي هو 21 او 24 اللي هو الذهب شبه الخالص او السبائك قبل تشكيلها او بعد تشكيلها، كل ده عند المذهب ابو حنيفة يجب اخراج زكاة الحلي، سواء كان الحلي معدا للزينة او ليس او معدا للادخار او متشكل او مش متشكل، كل ده والذين يكنزون. رأي الحنفية انا الحمد لله برجحه. الدليل الثاني، السيدة عائشة رضي الله عنها دخلت عليها احدى زوجات اخيها وهي لابسة اسورة من الذهب او اساور، طبعا احنا عارفين ان هم بيلبسوا الذهب بكمية كبيرة جدا، فقالت لها انت بتطلعي زكاة الحلي على اللي انت لابسه ده؟ فقالت لها لا. قامت السيدة عائشة قالت لها ايسرك، يعني تبقي مبسوطة قوي ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الاسوار من النار؟ يعني ده دليل على ان السيدة عائشة من بيت النبوة بتحث على اخراج زكاة الحلي. بالنسبة للشقق بقى، طالما حضرتك انت ساكنة في الشقة يبقى طبعا ما عليهاش زكاة مال. احنا قلنا زكاة المال على الإيجار على استثمار الشقة والناتج منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. ماشي يا مدام سعاد؟ أيوة مدام عايدة، سلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، ازيك يا دكتورة؟ اتفضلي حبيبتي. بسأل حضرتك، أنا عندي أرض ثانية إن شاء الله هبنيها في المستقبل، هل عليها زكاة؟ عندك أرض إيه؟ مدخرة للمستقبل؟ إن شاء الله هقوم بالبناء عليها مستقبلا. لسه؟ حاليا يعني حاليا أنت مش مأجراها ولا عاملة أي حاجة؟ لا لا لا، يعني واقفة حتة أرض كده بناء واقفة مستنية لما إما تبني عليها أو تأجريها أو أو. أبني عليها إن شاء الله كمسكن لما تبني إن شاء الله عليها وتأجري المسكن، يبقى زي ما قلنا على الإيجار، لكن طول ما هي واقفة كده ساكتة كده ما عليهاش زكاة مال. لما تستغل يبقى على الغلة بتاعتها الناتجة يبقى عليها زكاة مال. وده يا جماعة بيورينا إيه؟ بالله عليكم بيورينا إيه؟ بيورينا تيسير الإسلام، بيورينا عدل الله مع الإنسان. يعني كل مننا أو البعض مننا، عفوا بلا أنا أسفة جدا على كلمة الكل، البعض مننا بيبقى بيعايز يطلع زكاة المال ويقدم رجل ويأخر رجل ويبقى شحيح على نفسه ويبص للأموال دي، ياه أنا عندي 200 ألف، طب لو طلعت عليهم ما هينقصوا. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إذن في طهارة، في طهارة للنفس من الشح ومن البخل، في طهارة للنفس من نظرة الغير إلى ما أملك إلى ملكي. يبقى المفروض كل تشريعات ربنا سبحانه وتعالى لحكمة، بس طبعا إحنا يعني غافلين شوية عن هذه التشريعات. الحديث بقى بتاع صيام ان المرأة تصوم بإذن زوجها، صيام تطوع، لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا بإذن، طبعا تصوم تطوع. ايوه نعم. نورة، السلام عليكم يا نورة. عليكم السلام ام نورة. أيوة. اتفضلي.
حضرتك انا معايا بنتين. نعم. واحده 27 وواحده 24 وقلقانه من موضوع حته الجواز يعني، لغايه دلوقتي ما فيش واحده اتجوزت منهم وانا تعبانه بسببهم على طول يعني، تعبانه بسببهم. فده قلقني، مش عارفه بقى حد اعمل لهم حاجه ولا لا. لا ماشي يا مدام نوره، طبعا زي الحاله بتاعت مدام نانا وحالات كتيرة جدا بيتصلوا بيا وبيقولوا لي، وأعمال وخرافات وسحر وشعوذة والكلام ده كله. يا جماعة أنا قلت لكم أن هذا الموضوع يخضع لإرادة الله سبحانه وتعالى، وحتى لو لم يرد الله سبحانه وتعالى الزواج يبقى ابتلاء للاختبار، اختبار مدى صبر الإنسان. لكن إحنا لما نسلم أمرنا لله ونقول يا رب كله بمشيئتك وكله بإرادتك، ربنا سبحانه وتعالى بيدخر لنا ما فيه خيرنا. بس إحنا خلق الإنسان عجولا، أنت توكلي على الله، على الله توكلنا وإليه أنبنا، توكلي على الله وادعي بالدعاء يا رب سهل لبناتي الزواج وابعت لهم الشخص الطيب. افرضي حضرتك يعني سؤال للك وللجميع، اتجوزت وهي عندها 20 سنة وبعدين كان الإنسان اللي اتجوزته ده يعني إنسان ضرب وعنف وشرب وحاجات كده، وجات لا قدر الله اتطلقت، هنفرح ولا احنا نسيب كل حاجة لتسيير الله سبحانه وتعالى؟ بس العملية محتاجة مننا ايه؟ تسليم. تسليم ايه؟ تسليم لله، تسليم لإرادة الله. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن، تسليم لله، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا حاجة أم نورة، أيوة معنا مين؟ مدام مسئة نويرة هويدة. مدام هويدة اتفضلي. يا مدام هويدة السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. الحمد لله. بقول لحضرتك انا زوجي متوفي بقاله شهرين، ف جيت قالوا لي ممكن ازور والدتي وارجع ابات في بيتي عشان انا في فتره العده. عشان ايه؟ انا ليا بنت عمي متشدده شويه، ما اعرفش كلامها صح لا، ما تقول لي لا حرام، ما فيش حاجه اسمها انك تروحي وترجعي. ما فيش حاجه اسمها ان في قراءه الفاتحه توصل للمتوفى. ما بيشعروش بينا لما نزورهم. انا عايزه اعرف كل ده صح ولا غلط؟ طيب يا حبيبي. انا والدتك تعبانه ان انا زوجي توفى. لا ده تسليم. والدتي تعبانه يعني بتتحرك بعربيه الاسعاف. يا حبيبتي ده يجب انك انت تخرجي وتزوريها، ده بر الوالدين. انا من كام يوم رحت زرتها ساعتين ورجعت قبل المغرب. ماشي، هو كده صح، دي ضرورة يا ماما. ده يعني هي صاحبتك المتشددة دي عايزاك تبقي قاطعة رحم، وبالذات مع الأم، وبالذات الذات مع الأم المريضة. لا طبعا، أنت صح، قراءة الفاتحة للميت حلال ويصل ثوابها إلى الميت، قراءة القرآن الكريم وختم القرآن الكريم للميت حلال وحلال وحلال، وهذا من باب الصدقة على روح الميت. وما نسمعش كلام المتشددين اللي بيقول لك ده ما كانش أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن دي سنة حسنة، سنة حسنة، لأن القرآن الكريم كله دعاء، والفاتحة بالذات إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم كلها دعاء. إزاي يبقى حرام؟ إزاي يحرموا كلام ربنا؟ يعني أنا مش عارفة يعني التشدد والتنطع. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاص يا ستي؟ طيب، إذا الصيام التاني بقى صيام يوم الشك. هو يوم الشك ده يوم إيه يا جماعة؟ 29 أو 30. ليه؟ لأن بشوف الهلال، وإما ده هيبقى متمم وإما هيبقى رمضان يجي تاني يوم على طول. فهل من حقي ان انا اصوم يوم الشك؟ اشوف بقى، لو كنت انا متعوده على صيام اثنين وخميس وجه يوم الشك خميس، يبقى ممكن، لان انا متعوده ان مش بصوم مخصوص. نعم.
أميرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمينة اتفضلي يا أمينة. أيوه يا حاجة سعاد، إزي صحتك؟ الحمد لله. اتفضلي حضرتك. بص حضرتك، أنا وابني عندي 36 سنة، هيتمهم يوم الحد الجاي. ابني؟ بيشتغل ابني عنده 36 سنة. طيب. بيشتغل في الغردقة. طيب. كل ما نتقدم لعروسة يقولوا ماشي موافقين، عايزين شقة في طنطا، هو شغله في الغردقة وشقته وتمليك في الغردقة. أيوه. ودي مشكلة، يعني الأهالي لو البنت وافقت الأهالي ما يوافقوش، لو الأهالي وافقوا البنت كده، فأنا محتارة مش عارفة أعمل إيه. مش عايزين يروحوا معاه يودوا العروسة الغردقة معاه. مش عايزين يودوا الغردقة، يعني حضرتك يودوا أمريكا، يودوا السعودية، طيب. يودوا دبي. مثلا على رأيك. حد طايل، بقول حد طايل الغردقه سبحان الله. الغردقه يعني. دي الغردقه جميله يا دكتوره، جميله جدا، وعايش فيها ناس وشعب طيب جدا جدا يعني. وبلد سياحه وكل حاجه يعني، مش عارفه الحقيقه يعني. أنا حضرتك مش عارفه هو في ايه. بصي بصي يا مدام امينه، زي بقول لحضرتك في الردود اللي انا قلتها قبل كده، ان موضوع الزواج ده انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. حطيها قدامك دي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربنا لسه مدخر له الزوجة الصالحة، لأن الطيبون للطيبات كما قال الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة تعقيدات الزواج دي يا جماعة بقى، وإن أنا عايزة إلا شقة تملكه، إلا يبقى عنده عربية، ومش عارفة إيه وإيه وإيه. طب ما الحكاية دي بتصرف الشباب عن الزواج، ما بتخلي الشباب يقبل، ما بتخلوش يقبل. ولما تصرف الشباب عن الزواج بيحصل لنا الأمراض اللي موجودة في مجتمعنا الآن، الأمراض اللي احنا عايزين نعالجها الآن. فالشباب معذور، ما هو كل ما بيتقدم بتقول لا ومش حرق. يا جماعة أرجوكوا أولياء الأمور، سهلوا ويسروا أمور الزواج. حاضر. سهلوا ويسروا أمور الزواج للشباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكثر النساء بركة، أكثرهن أقلهن مهرا. والمهر زي ما احنا شايفين الشبكة لوحدها دلوقتي ألماز، ومناسبة الألماز لا يوجد فيه زكاة مال، لأن الألماز ليس بمال نامن، ليس المال. هو دلوقتي بنتاجر في الألماز وغالي جدا جدا، لكن أيام الفقهاء كل الفقهاء أرائهم أنه لا يوجد فيه زكاة مال. أنا شخصيا بخالف الفقهاء وبقول يجب أن يوجد فيه زكاة مال، ونوزن ونشوف وصل للحد اللي هو بتاع 85 جرام ذهب ولا لأ، وأدفع منه. إزاي الألماز يعني أسيبه كده بدون تطهير وبدون زكاة مال؟ فده بالنسبة لموضوع تعقيدات الزواج. يسروا ولا تعسروا يا جماعة، عشان شبابنا يصون نفسه ويحصن نفسه ويعف نفسه. وكل واحد يبص لبنته أو البنت اللي هتتزوج من ابنه على إنها بنته، ويبص للابن اللي هيتزوج من بنته على إنه ابنه. الابن والبنت بيبقوا جزء وسببية، جزء من الأب والأم. هل أنا عايزهم عادهم جنبي كده وينحرفوا ونقول التحرش ومش التحرش؟ كل التيسيرات لابد أن نقدمها في موضوع الزواج، لأن الزواج هو السنة الحقيقية التي تحافظ على النسل وتحافظ على المجتمع من انتشار الفاحشة. فيه عفة، فيه إحصان. أشكركم على حسن مشاهدتكم معي وحسن اتصالاتكم بي، وإن شاء الله معدنا الأسبوع القادم، ونترككم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.